حينما نتحدث عن الاستعداد للخمسين، فإن الابتكار هو أقصر طريق لاستشراف المستقبل، وإن دولة الإمارات من أوائل الدول التي أدركت أن الابتكار هو مفتاح المستقبل وحل للتحديات التي نواجهها. فبفضل القيادة الرشيدة أصبح الابتكار منهج لحياة المجتمع الإماراتي. أطلق مكتب الأمن الغذائي منصة أبحاث الغذاء، وهي أول منصة وطنية متكاملة لجمع البيانات والبحوث في الدولة في مجال الأمن الغذائي، وندعو الجميع لزيارة الموقع الإلكتروني والاستفادة منه.